اهلا وسهلا ببوسطه، كيفكم؟ اشتقنا لكم والله. نحن هلا برجال العز. يا ريت يضل اسمه رجال الشام. انت مع انه يضل اسمه رجالك يا شام؟ طبعا. ليه؟ لانه الشام كلياتنا بنعرف شو يعني شام وقديش بنحبها للشام، فرجال الشام احلى. هلا ما بعرف ليش قال الرقابي، قال عنده مشكله انه يتسمى رجال الشام، فهي بعتقد الرقابي عنا بدها رقابه اساسا، فرجال الشام احلى من رجال العز. هلا ما بعرف شو حيتفقوا بالنهايه، بس رجالك يا شام او رجال الشام هي احلى من رجال العز. هلا العمل صارت قصته معروفه، لانه نحن عندنا خزيت العين الصحافه والمحطات والمواقع الاخباريه بتمسك هالمسلسل وبتنشر عرضه، هي عم تشرح عنه، عم بيفقدوه كل المتعه وبيفقدوه كل يعني اي عنصر مفاجئ لحتى الناس تتابع. يعني العالم بعد ما بتقرا الشرح عن المسلسل شافت اخر حلقه، فواحد بده يحكي عن المسلسل سواء هذا او اي مسلسل، نقد بناء هذا، انه يحكي بشكل عام، ما يحكي بالتفاصيل انه عبود قتل، انا اسمي عبود، عبود قتل فلان ومدري شو طلع ونحكم اعدام وبعدين برأوا وبعدين مدري شو تزوج مين بت، ما عاد في مسلسل، انتهى المسلسل، يعني تركوا له العظم المسلسل وكل الشخصيات المسلسل. بشي ليش عم تتلبكي؟ عادي عم نحكي عادي، فانه تركوا له المسلسل على رأس، تركوا له المسلسل على العظم بقى. فعبود هو يعني المسلسل بشكل عام حقيقة هو مسلسل جميل ومكتوب بطريقة حلوة وحساسة، وفي تفاصيل جديدة على يعني على العمل الشامي أو عمل البيئة، بالإضافة لأنه فعلا في تنوع بالشخصيات وبالكاركترات، وفي شخصيات مبنية بشكل جميل على صعيد الكتابة. الشيء كمان جديد بالعمل أنه هو يعني تقريبا نسبة 50%، اسم الله تحت عنا تصبر، في نسبة 50% من العمل معارك، وهذا الشيء كمان حلو أنه يدخل على العمل الشامي، لأنه نحن دائما بنحكي على المقاومة ومقاومة الفرنسي وإلى آخره، وأحد الشخصيات اللي هي أنا أو بغير مسلسلات بيكون في شخصيات مقاومة عايشة بالبراري وكذا، فلازم نحن نظهر هذا الجانب، كيف واحد يعني ممكن يصير عنده الخبرة لحتى بعد فترة يعمل مثل جيش صغير لحتى يصير بطل شعبي أو هي من الأساطير الشعبية اللي العالم تحكي عنه. فهي ميزة العمل طبعا تحت إدارة الأستاذ علاء الدين كوكش، هو أستاذ كبير واسم يعني كبير بالدراما السورية، ومعنا مجموعة كبيرة من النجوم والأساتذة، والشركة المنتجة شركة غزال اللي هي فعلا عاملة جهد كتير كبير على صعيد الإنتاج، يعني ما عم يأثروا إطلاقا باتجاه يعني إنه إغناء العمل. طيب أنا بعيد عن رجالك يا شام، ما بدك تعرفي شو شخصيتي يا جارك يا شام؟ اي لا فهوي اي ما احكي لك بالتفصيل. هو اسمه عبود الشامي، واحد من شباب الحارة، بصير معه مجموعة من بصير معه مشكلة ما بالغلط معنا صحيحة، هي المشكلة بتولد انه بصير هو عنده طموح للسأر، وواحد بينحبس وبيطلع عنده مشاكل حتى مع اهل حارته، بيحاول ينتقم منه، أو بلاقي إنه هذا الانتقام ما له فائدة بعد ما تصير الدنيا كلها ضده، وبعدين بحاول يطلع لحاله وبيعمل حالة العلاقة هيك بالمقاومة بعد فترة مشان دفاع عن الشام وقضاء على المستعمر الفرنسي، وبترجع أحواله بعدين جيدة بالحارة يعني. والشرح بأي موقع ممكن تقروا المسلسل كمان إذا حد حابب يعرف تفاصيل أكثر. خلصت ولادي من الخاصرة، وإن شاء الله عمل بيكون كتير جميل، أنتوا عملتوا معنا كمان أكثر من لقاء فيه. عندي قريبا مسلسل توق مع شوقي الماجر، رح أبلش تصوير خلال الفترة الجاي، عمل بدوي. وعندي مسلسل حياة مالحة كمان قريبا حنبلش تصوير، يعني خلال أيام حيباش وتصوير، أنا كمان بدي بلش فيه معهم بعد فترة. طبعا النص للأستاذ الكبير فعلا فؤاد حميرة، والأستاذ رشا شربتي مخرجة، والشركة كمان شركة كلاكيت لأياد نجار،
وكمان في مجموعة كثيرة من الأساتذة الممثلين والفنانين. هلا هون الشخصية اللي أنا بدي أشتغل اللي هو اسمه أكرم بحياة مالحة، بعتقد هي فيها شيء جديد على شغلي أنا، يعني هي فعلا فيها شيء مميز ما بتشبه أبدا غزلان في غابة الثياب، والنص كله ما بيشبه غزلان في غابة الثياب إطلاقا. يعني وجه الشبه الوحيد إنه رشا شربجي هي المخرجة وفؤاد حميرة هو الكاتب. في يعني الطقس بشكل عام، يعني شكل المسلسل بشكل عام في شيء من غزلان، مثل ما في شيء من حياة مالحة، مثل ما في شيء من اللي عملناه اللي هو الأولاد من القاصرة، مع مجموعة كبيرة من الأعمال السورية مؤخرا من سنوات، يعني اللي عم تحكي عن مشاكل البلد بسوريا واللي بتعني الوطن العربي، اللي هن يعني بيشبهونا نوعا ما ببعض المشاكل. يعني في حادث معين بهذا المسلسل تحديدا. اي والله بيرجع للعز رجال الشام. اي والله هذيك مره وقعنا صار معنا تمزق بالركبه هي، اليوم وقعنا هلا جاي من المستشفى ان شاء الله ما تدرى امي لانه بعيد الشر وصار له مشكله، ضربت رجلي وانضربت ايدي عصي كمان اكل ضرب ما كنا عم نصوره هلا، فطلع في وزمه، فان شاء الله يخلص المسلسل نكون هيك على قيد الحياه لساتنا ان شاء الله. مرحبا ابو وسطى، شكرا كثير شرفتونا، اهلا وسهلا فيكم، تحياتي، تابعونا دائما بجديدنا وانتم عن جد موقع متميز، تحياتي.